إذن الهدف من هذا اليوم هو أولا تحيين وتطوير استراتيجية سوناتراك لتشجيع المحتوى المحلي في إنجاز هذه مشاريع سوناتراك المستقبلية إن شاء الله. وثاني هدف هو كذلك مرافقة هذه المؤسسات والشركات الوطنية لتحسين خدماتها، لأنه تعرفوا أن الصناعة البترولية والغازية صناعة يعني تتطلب كثير من التقنيات، وهي صناعة ذات مخاطر. يعني الشركات الوطنية لازم تكون في المستوى. المتطلبات سوناتراك في إنجاز المشاريع هي متطلبات معروفة، هي ثلاثة: من ناحية الأسعار، من ناحية الآجال، وكذلك النوعية. الشركات الوطنية احنا نعمل معها من أجل مرافقتها لتحسين خدماتها في هذه المجالات، يعني من ناحية الأسعار ومن ناحية الآجال وكذلك نوعية الخدمات المقدمة. أولا باش نوضح، تواجد سوناتراك في الخارج تواجد يعني اولا مش ضخم لدرجه انه حتى بعض اعطيت بعض الارقام هي خاطئه، لا يعني ما عندها حتى علاقه، مش صحيحه. تقريبا يعني نقول لكم موجود المناصب الموجوده في الخارج هي 22، تمكنا وعندنا تقريبا 15 اطار من سوناتراك في الخارج، يعني هذا فقط يعني